بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد رحمة الله العالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبارك في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بخير يا خير أمة أخرجت للناس. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو معانا سر عظيم جدا 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 من أسماء الله الحسنى. يعني لو احنا ذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين ان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا كأب وأم بإذن الله، وهنشوف أولادنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني في أتم السعادة وأتم الفرحة وطائعين للأب والأم، زي ما تقول كده طاعة عمياء لوالدهم ووالدتهم، بارين بوالديهم، بيذاكروا وبيحبوا الدراسة، مقبلين على الدراسة، بيحبوا ينجحوا، بيحبوا النجاح والتفوق، مش بيحبوا الفشل والكسل والخمول. بإذن الله سبحانه وتعالى هتلاقيهم متفوقين في مجال الدراسة وفي مجال العلوم، هتلاقيهم في مرحلة ابتدائية، مرحلة إعدادية، مرحلة الروضة، مرحلة KG1 وKG2 الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات بإذن الله متأسسين صح. كمان ان شاء الله بإذن الله لن تشتكوا من أولادكم أبدا 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 بعد هذا اليوم. هتلاقي في سماع كلام الأب، يعني الابن أو البنت تطيع كلام أبوها وأمها وبتسمع كلامهم، في بر وفي رحمة وفي مساعدة لأبوهم وأمهم في أمور حياتهم. كمان فيها حفظ من الله سبحانه وتعالى، يعني انت لما تقرأ الاسمين دولت ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ ابنائك وبناتك من كل شر، وبيأمنهم من كل مكروه وسوء، وبيعمل ما بينهم وبين الشر واهل الشر حاجز وسد. بيكون قاعد في بيتك طبعا ومتوكل على الله ومطمن ان هم بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. المواظبة على هذين الاسماء او الاسمين من اسماء الله الحسنى بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمنا ان شاء الله بإذن الله، ونشوف اولادنا في افضل حال واسعد حال بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الطريقة سهلة ولا صعبة؟ الطريقة ما فيش اسأل منها. طب مدتها قد ايه؟ مدتها يا جماعة ان شاء الله بإذن الله على قد ما نقدر نواظب عليها، على قد ما نقدر، يعني مش عايز اقول كل يوم عشان خاطر الناس هتقول لي صعب ومش صعب، ولكن انا هقول ما تسيبهاش طول حياتك بأي طريقة، ما اعرفش يعني، انا مش عايز ألزمك بطريقة، ولكن حافظ عليها طول عمرك حتى بعد ما يتزوج اولادك عشان خاطر يبقوا معاك جنبك، ما تسيبهاش مهما كان. يعني لو قلت كل يوم ناس تستصعب فانا سايبها لكم انتوا، ولكن الناس اللي بتحب ربنا وبتحب تذكر الله وبتحب اولادها تفضل جنبها العمر كله وفي قمة النجاح والتفوق هتعملها كل يوم، ولكن الناس اللي هي مش قادرة كل يوم تختار اللي هي شايفاه صح بما يستطيع مع صحتها وعافيتها. طب هنعمل ايه؟ على كوب ماء او على العصير بردك او على الشاي، كوب ماء عصير شاي، هنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى الاسمين دولت، البر والتواب. نقول يا بر يا تواب، يا بر يا تواب، يا بر يا تواب، نقرأهم على ايه؟ ماء عصير شاي بإذن الله سبحانه وتعالى، اسمين من أسماء الله الحسنى، هنكررهم بإذن الله سبحانه وتعالى 33 مرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسقي منهم الأبناء بإذن الله سبحانه وتعالى مثلا مرتين في اليوم على الأقل، أو نسقيهم بإذن الله سبحانه وتعالى 3 مرات أو 5 مرات براحتكم أنتوا، الموضوع يرجع لكم. وبإذن الله سبحانه وتعالى بعد ما يعني نوينا النية نقرأ، نوينا بنية كذا وكذا وكذا وكذا، نقرأ بقى على إيه؟ على الماء أو العصير أو الشاي. وبعد وإحنا بنقدمه لهم، نقدم الماء ده أو العصير أو الشاي لأبنائنا، بنسأل الله أن يصلح حالهم وأن ينصلح حالهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي نيتنا خلي بالكم وإحنا بنقرأ كل يوم على الماء أو العصير أو الشاي قبل القراءة، يا رب نويت أن أقرأ الاسمين من أسماء الله الحسنى بإذن الله سبحانه وتعالى، البر التواب، بنية كذا وكذا 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 وكذا، كل يوم أجدد النية وأدعي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قرأت على الماء أو العصير في كلمتين، يا رب بسر ما قرأت اجعل فيه هداية الأبناء، نجاح الأبناء، تفوق الأولاد، حفظ الأولاد، تمام، يطيعوني ويطيع أباهم ويطيع أمهم طاعة عمياء بإذن الله سبحانه وتعالى بما يرضي الله ورسوله. بدعي كلمتين في أقل من دقيقة
وبيجي الوقت بسقيهم منه ان شاء الله باذن الله، مثلا بعد الافطار وبعد الغداء وبعد العشاء، حلو قوي، او مرتين في اليوم كما تحبون ان شاء الله. وينفع نعملها لجميع المراحل من الصغر الى الكبر باذن الله، جميع المراحل العمريه لابنائنا ان شاء الله باذن الله. واسال الله ان يصلح حال ابنائكم ويجعلهم في قمه درجات العلم والتفوق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.